الخبر اول اللي عدنا انا احمد ابو الربصابه وصل قناتهم العائليه قناه عائليه جدا للمليون متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا هم حققوا هذا الانجاز الخرافي ب 15 يوم فقط، فطبعا تسون يا حبايب تباركون بالكومنتات على هالانجاز الرهيب. روح علي اميره الحسين يا حبايب وتهجمها وسبها اليارا مار. صراحه الموضوع بشكل مفاجئ صار لما نزلت هذا التصميم، كانت تحط اكسات على المشاهير ومن بيناتهم يارا مار وتقول انه هي الحلوه اللي ما بين كل هذول المشاهير. صراحه ما ادري ايش سوت هذا الشيء، ما ادري، ما اتوقع انه اكو شيء بينها وبين يارا مار، ولكن هذا الشيء اللي نزلته اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بحركه اميره الحسين وتهجموا على يارا. نروح حاليا الاصاله ننتقل حاليا الاصاله يا حبايب، وحطها الاغنيه الزائد 18 شويه، فنزلت هذا الستوري كنت اصور ابنها نوح وحط اغنيه الزائد 18 نوعا ما تقول كلمه زائد 18 على اختك وامك. صراحه الستوري نزلتها بشكل مفاجئ، ما ادري عاكم راح تكونوا يسمعوها، واللي يعرف المعنى اللي يترجم المعنى بالكومنتات. شوف الاغنيه في انتشر هذا الفيديو الاصاله، هم كان فيديو تيك توك يا حبايب كان بفضيحة الاصاله هي وغيث مروان قاعده تقول كلام زائد 18 وكلمه زائد 18. شوفوها ايش غريب تحتي، ايش غريب تحتي. مرحبا بكم، انت شو رايكم اللي قاعد تسوي اصاله؟ ننتقل حاليا نور مار يا حبايب، وليش هو مختفي تقريبا صار لي يومين، فنزل شويه ستوريات قاعد يقول بيها انه هو شويه مريض للاسف يا حبايب، انه كل ما يحاول يقوم هو يحس بدوخه، طبعا ما يقدر يشتهي الاكل، بعض الاشخاص قالوا سبب انه هو كان عرف خطبه قمر الطاي ولكن طلع مقلب وحاليا صار زين، ما اتوقع صراحه. الله يشفي يا رب، عاكم راح احطكم الستوريات شوفوها. الله صحيت، صباح الخير، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. المهم يا جماعه، اليومين اللي راحوا ما نزلت ستوريات، مو لانه في شيء ولا لانه مرضاني كثير، بس انا كل ما عبقوم من القعده على ارث الاردنيين، ما انا ساكن مع اردنيين، عبقوم من القعده اذا كان بالتخت او من الكنبه، بتقولوا كنبه، عم بدوخ يا جماعه، وما عم بحسن اوقف على اجري، ما عم باكل صح؟ هي علاء الربايع معي شاهد رسمي، احكي علاء الربايع. مرحبا. يا جماعه هي نور، يعني والله وينك يا اخي؟ وينك؟ لا احكي لهم جد صار معي بهاليومين. لا هو كان عن جد يا جماعه، يعني نور بصحى بدوخ كذا، حتى ما بياكل منيح، احنا بنصر عليه انه ياكل وهو ما بيرضى وبضل يعاند فينا، عرفتوا كيف؟ بس هو ما فيه اي شيء ما شاء الله عليه، يعني يا جماعه طبيت ما ياكل لدرجه بعدين خلاص طبيت وما فوت، فمش القصد انه ما يطلع وما يحكي وما كذا، بس لا عاد تختفي يعني. فحابب اتشكر كل اصدقائي اللي طمنوا علي، كل متابعيني اللي خافوا علي، كل الناس طمنوا علي، بس جد يا جماعه انا بهاليومين مثل ما قلت لكم ما احسن انه اشيل الموبايل على السوا ولا شيء، دوبي الحق صحصح. شكرا كثير، لا ما يمصحصح. ننتقل حاليا لمفاجأة اليوتيوبر يا حبايب، اللي هو انس شايب، نزل شوية ستوريات للاسف بعد يقول انه هو مريض، انه كتفه ما تقدر حركه بسبب انه ايده قاعده توجعه، بنفس الوقت يا حبايب قاعد يحمسنا عن اشياء خرافيه راح يسويها ب 15 بالشهر، يقول هذه الاشياء راح تصدم كل يوتيوبر اللي بدبي، فايش توقع انهم مجهزين لنا؟ وراح احط لكم الستوريات شوفوها. ايش اللي بدبي؟ تقريبا شي سنه ونص. سنه ونص؟ حبايبي شفتوا السنه ونص هاي اللي عشناها في دبي انا وبسام؟ باذن الله ب 15 الشهر بس اعلن عن الاشي اللي محضرينه، حياتي رح تتغير، انا حياتي رح تتغير، انا كانس وبسام حياتنا رح تتغير، يعني انتوا رح تشوفوا الاختلافات اللي رح تصير، يعني اشي نفسي اعمله من اول ما جيت على دبي، بصراحه ما كانت عندي الامكانيه اني اعمله، بس الحمد لله صارت الامكانيه، رح اصير اسمه مجموعه اليوتيوبر كلكم اللي في دبي، انس الشايب خطر رح يصير عليكم، بس لا راح اضبطكم معي، بس راح يصير راح اكون عليكم خطر، دير بالكم، وخاصه اليوتيوبر الشباب راح ادخل منافس لكم وراح ادمركم. وبالخدام عن نور ساري يا حبايب تنزل هذا الستوري قاعد تقول تسوي فيديو جديد ويا حبيبها اللي هو كريم. بصراحه حبايب نوصلت المقطع فجر طبلكات، وبس كانكم في زين من قناه مملكه القصص، احبكم، مع السلامه.